السلام عليكم ومرحبا بكم. انا اليوم درت لكم حلوه اقتصاديه بنينه بزاف. الحلوه سموها حلوه سيمون عند هذا الاسم فريمون جديده وبنينه بزاف، سهله بدون طابع، يعني غير بالزيت والحسل، يعني حلوه تاع الحسل هذه. هاي يوناني قسمه، انا حابه باش تشوفوها، يعني شو كي تجي حلوه تاعنا، تجي طريه. هاي وينا فريمون طريه بزاف بزاف. هذه هي حباباتي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ودك خليكم مع لا فيديو ونقول لكم فرجه ممتعه. تنسونيش هذا لو بتي بوس بلو. السلام عليكم حباباتي. انا غنبداو نديرو الحلوه تاعنا، نفوتو المقادير. هنايا عندي كاس الفد 200 ملي تاع السكر، يعني الا كنديرو طبعو بزاف يعني كميه كبيره ضعفوا المقادير، يعني ديرو كاس كبير. كاس 200 ملي سكر، كاس غير هو 200 ملي زيت، زوج تاع بيض، خميرة الحلوة 15 غرام. هنا عندي عطر اللوز اختياري، تنجمو تعوضوه بالفاني ولا ما ديروش. عندي 2 ملاعق تاع حسن والفارينة باش نلمو العجينة تاعنا، وقرصة تاع الملح. نبدو بسم الله نديرو الزيت تاعنا، ندير السكر، ندير البيض، وغادي نخلط كاع هادو. يعني ندوب السكر في الزيت مليح مع البيض، ولا حبيباتي ندير هنايا قرصه ملح، ندير عطر اللوز ولا البندق ولا اي عطر تفضلوه، ولا ما ديروش الا بغيتو ولا ما ديروش. ندير الحسن، 2 ملاعق تاع حسن، ملاعق كبار اقتصاديه وتجي بنينه، ونغيرو شويه سهله يعني بلا طابع بلا والو. تشوفوا معايا نخلط مليح هذا الحسن مع اللوز اللي درناه. مرحبا حبيباتي، يعني خلطت. هنايا نبداو نديرو الفرينه، يعني الفرينه على حسب الحاجه، على حسب تلمنا العجينه تاعنا. منشوفكم شحال نيشان، ندير الفرينه وندير خميره الحلوه. انا عندي ساشي فيه 15 غرام، تنجمو ديرو 2 ساشي تاع 7 غرام ولا 8. ونلم العجينة تاعي، العجينة تكون طرية شوية يعني كيما تاع الصابلي، متكونش ناشفة، نلمها ونرجع لكم. فوالا حبيباتي هاي الحلوة تاعي، راني الحلوة العجينة مازال تولي حلوة. العجينة تاعي راني لميتها، يعني شو كي لميتها يعني راهي تتلصق شوية، يعني شوية كيما الصابلي مي شوية، يعني تتلصق على الصابلي شوية خفيفة تاع الصابلي. هاي وينا كيما راكم تشوفو، متلموهاش بزاف تيبسوها، يعني شوية تتلصق. فوالا كيما هكا. هنايا عندي مول لي يروح الفرن، ذلك غاتا. انا عندي كميه قليله، نتوما لا درتو ضعفتوا المقادير، يعني ديروا سنيكون كبيره، يعني بلا تاع الفول يكون كبير. هنايا غادي نحلها، يعني شوفوا العجينه كي راهي، اللي تكون كيما هكا باش الحلوه تاعنا تجينا خفيفه وتجي شابه. هنايا السني تاعي البلا تاعي دهنته بشويه زيت ورشيت شويه فرينه باش الحلوه تاعنا من بعد كي نحل نقطعوها ونقلعوها ما تلصقناش. الوغ غادي نحلها انايا على حسب البلاط تاعي، نحلها ونرجع لكم هكا باش ما نطولش عليكم. فوالا حبيباتي حليتها، يعني شوفوا يعني الحلوه تجي شويه غليظه، يعني غير تبقى وحده. انا محاميه الفرن تاعي على 170 ولا 160 درجه حتى 180، يعني كل اخت الفرن تاعها. غادي ندخلها طيب يعني واحد 15 دقيقه، يعني نشوفها نشعل غير من التحت، ناكد عليها نشعل غير من التحت، والاخوات اللي عندهم الفرن يشعل من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، يديروها في الوسط وينقصوا له، يديروها على 160 ويخلوها طيب في غردها. هذه هي دوك انا نطيبها ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. مرحبا بتي، الحلوه تاعنا راهي طابت، درت عليها الشوكولا، يعني ذوبت الشوكولا يعني هايله في ميكرووند مع 2 ملاعق تاع الزيت، يعني احسن من الزبده ولا الحليب، الزيت احسن، يعني تجي تبريه كما راكم تشوفوا. 200 غرام تاع الشوكولا، طابلات كبيره ذوبتها ودرتها هنايا. وهنا عندي كوفريت رابيته، يعني التزيين يبقى اختياري، تجيو ديروا غير الشوكولا، تجيو ديروا خطوط بالشوكولا البيضاء ثاني كما تاع الميلفاي، تجيو ديروا كاوكاو، نوات كوكو، يعني اي شيء. انا يا كوفريت رابيته، وغادي ندير هنايا كوفريت على الحلوه تاعي، وغادي ندخلها للثلاجه الشوكولا تشد روحها شويه، ومن بعد نقطعها يعني مقرودات ولا مربعات، ونشوفوها ان شاء الله واجد. مرحبا بتي، هي الحلوه تاعي انا كملتها كما راكم تشوفوا، يعني قطعت هنايا مقرودات كبار شويه، يعني كل اختو كيفاش ولا مربعات.
هاي بينا فريمون شفتي حشباب من بنا بنينه يعني تجي طريه، يعني شو كي تجي تجي فريمون طريه كما راكم تشوفوا، تجي روعه. هذه هي حباباتي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ودروا كتهلاو في رواحكم، وتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى، والسلام.